سؤال يقول: كنت أقوم الليل ولا أشعر باللذة وأقول بأن الله عز وجل لا يتقبل مني. ثم سأل الأخ الحبيب سؤال آخر ويقول: كذلك القرآن ثقل علي حفظه. أنا أقول: السؤالان جوابهما واحد، ألا وهو ترك الذنوب والمعاصي وتجديد التوبة والأوبة. رأيت الذنوب تميت القلوب، وإذا مات القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو مرض، يعني لا يشعر الإنسان بلذة الطاعة ولا بلذة القرآن. مستحيل تبقى أنت في حالة أنس مع الله وفي حالة قرب مع الله ولا تشعر لذة الطاعة ولا تستشعر لذة العبادة أبدا أبدا. إنما هذه الحالة حالة الحرمان من اللذة، حالة الحرمان من الأنس، حالة الحرمان من السعادة، لا تكون أبدا يا إخواني وأخواتي إلا بالتقصير في حق الملك القدير، إلا بالوقوع في الذنب والمعصية، إلا بإطلاق البصر للنظر إلى الحرام. معلش سامحنا نشديد عليك شوية، بس لا بد من الأمانة. مستحيل أنت متصور أن نظرتك للمرأة في الشارع أو نظرتك للمرأة في موقع إباحي من المواقع أو حتى على مسلسل تافه أو فيلم هايف، أنت متصور أن النظرات دي ما بتلطش قلبك؟ لا تمس قلبك؟ لا تمرض قلبك؟ تبقى موهوم. ده أنت ممكن تحرم لذة العبادة سنة، والله العظيم سنة، بنظرة محرمة وأنت مش واخد بالك. إخواننا وأحبابنا مش واخدين بالهم خالص. يقول لك: لا أنا عنترة بن شداد، أنا ممكن الفتنة دي. إيه يعني فتن النساء في الشوارع؟ ده إيه المشكلة؟ لا أنا أطلع أقف على أي نص وبص شمال ويمين وفوق وتحت ما فيش مشكلة. ايه يعني ما ادخل على موقع اباحي ساعة يا مولانا؟ ما هو ساعة لقلبك وساعة لربك برضه. الله، وانا هفضل طول الوقت في عبادة وعمل للدنيا، ما خليني برضه يعني شوية فرفشة. طب وفيلم؟ والاخ بيسأل الافلام السينمائية الفاسدة الفاسقة التي لا ترقب في اولادنا ولا في اجيالنا الا ولا ذمة، وتحول الزهاد العباد الى فساق فجار. ما فيش حد أدخل من الفتنة، والله ولا أي مخلوق لنا ولا أنت ولا أي بشر أدخل من الوقوع في الفتنة. طيب، فأنا بقول قد يحرم المسلم والمسلمة من لذة العبادة في قيام الليل، حس بصلي وخلاص، بيعمل تمارين سويدي أو بينزل ويقوم ما يعرفش قرأ التشهد وهو واقف ولا قرأ الفتح وهو قاعد، وده واقع مش في قيام الليل، لا ده في الفرائض، ده في الفرائض. كتير الواحد يصلي مش عارف يا ترى هو في الركعة الثالثة ولا في السبعة ولا في الستة ولا في الأولى، تايه مش عارف، لأنه أول ما بيقول الله أكبر الشيطان بيذكره بكل اللي فات وبيخرجه وبيعيشه في أماكن أخرى وياخذ قلبه. هو بدن بس موجود، لكن يأخذ الشيطان قلبه ليوقعه في كثير من مواطن الشهوات بل والشبهات، بل والشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بسبب ايه؟ الذنوب يا اخواني، والله العظيم الذنوب مع تفاوتها وان صغرت لا تحتقر ذنبا، لان الصغيرة على الصغيرة على الصغيرة على الصغيرة على الصغيرة خطر كبير على قلبك. لا تحقرن من المعروف شيئا، وكذلك لا تحقرن من الذنوب شيئا. سيدنا عبد الله بن مسعود كان في صحيح البخاري يقول: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يخر عليه. يا المؤمن خايف كل ما يعمل ذنب يخاف منه، المؤمن كل ما يقع في الذنب يخاف منه حتى وإن كان الذنب صغيرا. وبعدين المنافق يرى ذنوبه كذباب سقط على أنفه فقال به هكذا، يعني فذبه فطار. يستهين المنافق بالذنب ويحتقر المنافق الذنب مهما عظم الذنب لا يلتفت إليه. الشاهد أيها الأفاضل، لا يجد الإنسان لذة الطاعة ولا يجد قلبه ولا يجد روحه إلا بتجديد التوبة والأوبة والعودة إلى الله سبحانه، إلا بالبعد عن الذنوب، إلا بالبعد عن المعاصي.